في السعودية 13 حرة وأكثر من 2000 فوهة بركانية، منها 400 فوهة تقع في حرة بني رشيد، أكبر الحقول البركانية وأرفع الحرات السعودية، وفيها أكبر الكهوف البركانية أنابيب عملاقة تحت الأرض كونتها أنهار ضخمة من الصهار البركانية. قسوة الطبيعة ووعورة المكان جعل من هذه الكهوف مجهولة إلى وقت قريب. قبل سنتين أو 3 سنوات انتشر خبر اكتشاف كهف عملاق يتجاوز طوله 3 كيلو وبارتفاع أكثر من 20 متر. قررنا زيارة هالأعجوبة البركانية والمغامرة في الوصول إلى نهاية الكهف. غرب الحائط وقريبا من خيبر يقع الكهف الأكبر، كهف ماكر الشياهين. والكهف عبارة عن جزء بسيط من أنبوب بركاني ضخم وعملاق قديم ولا يزال مجهولا تحت الأرض. هذه المغارة لم يعرف طولها الهائل إلا قبل سنتين في 2020. لا إله إلا الله، وهذه بداية النزول في أكبر الكهوف البركانية في القارة السعودية. تخيلوا يا جماعة، الأنبوب البركاني هذا هو مجرى الصهارة البركانية اللافا. درجة حرارة اللافا أثناء الجريان تصل إلى 1200 درجة. طبعا قطعنا 200 متر باقي 2800 متر، وهذا ثاني نزول بعد الفتح. لا إله إلا الله، والله يا جماعة المنظر خيالي بدون أي مبالغة. يا سبحان الخالق العظيم. حرة خيبر أو حرة بني رشيد تعتبر من أكبر الحقول البركانية في السعودية، كذلك تعتبر أرفع حرة في السعودية. أعلى نقطة هنا يصل ارتفاعها إلى 2093 متر. الغريب شلون هالنيص يعيش بالظلام الدامس، مستحيل اللي بيشوف. عجيب عجيب، شوف شلون تغير التكوين وحتى الألوان تغيرت. الرطوبة الآن داخل الكهف تقريبا 93 93 وبرا 15. طيب الارتفاع هنا أبو إبراهيم وصل 20 متر. 20 متر طبعا مختلف، احنا نقيس من 15 الحين وصلنا 20. بصراحة الكهف أسطوري والمكان غير عادي، شعور الدهشة معك من دخولك إلى خروجك. الكهف متعرج يضيق ويتسع، يرتفع وينخفض. تمشي داخل متحف للفنون الطبيعية، تجويفات صخرية وأشكال هندسية وأسقف ملونة. تتعجب كيف كانت قوة وكمية الحمم البركانية أثناء تكوينها لهذا الأنبوب، وكم من الأيام والصهارة البركانية تجري داخل هذا الكهف. بحثت حتى في جزر هاواي وفيها أشهر وأقوى البراكين، ما لقيت أنبوب بركاني بهذا الشكل وهذا الارتفاع. الآن الساعة 3 العصر، هذه الإضاءة داخل الكهف. لا إله إلا الله، هذا اللي يقول تطلع يدك والله ما تشوفها. أكثر مشكلة عندنا وزن البطارية. الآن قطعنا تقريبا نصف المسافة. هنا الأنبوب يضيق أكثر والمنحنيات هذه تعطيه جمال خلاب. طبعا المكان موحش جدا، ما أنصحه نهائيا إلا جروبات أقل شيء 4-5 أشخاص. وكذا فجأة بدأ الأنبوب يضيق، يعني من ارتفاع 20 متر إلى ارتفاع 5 متر. هل اللي بيشوف التصوير يقول هذا بالليل؟ ترى الحين الساعة 3:30 العصر. يا إلهي، الله عجيب يا ماكر الشياهين، ما أمداه يضيق إلا ورجع الاتساع من جديد. ترى طويل حتى الآن، تحس بدأ الأكسجين يقل،
عاد ما تعدل 2 كيلو داخل الكهف. تجي مناطق هنا كأنك تمشي على طحين. غبار ناعم جدا جدا. أكثر شيء مخيف داخل الكهف غير موضوع الذيابة والطباع الانهيارات الصخرية. شوف الكومة هذه كلها طايحة من هنا. قبل ما نصل إلى نهاية الكهف استمتعنا بالنوازل المعدنية. مكونها الأساسي كبريتات الصوديوم مع شوائب مختلفة، وهي عبارة عن غازات تنبعث مع الحمم البركانية. تذوب هالغازات مع مياه الأمطار وتتسرب إلى الكهوف عبر الشقوق، فتكون هذه الأشكال الملونة. الله، تحس أنك وسط المحيط، شعب مرجانية. كيف الطاقة المنخفضة؟ وصلت آخر شيء تحبي آخر شيء. وصلنا النهاية. خلاص تقريبا احنا في الأمتار الأخيرة في كهف ماكر الشياهين. يلا يلا بنكمل يا عيال. اي والله شو هذه منطقة راحة. عدل ظهرك شوي ورجع دنك. شوف لون السقف شلون. بس عشان اكسجين وديب، خليك بنفس مسار عبودي، ارفع شوي. انت عندك ضيق. تياما تياما. لا تياما تياما، راح يمين. طبعا هي النهاية خلاص. تراك من الناس القلائل اللي وصلوا الى نهاية الكهف الحقيقية اللي خلاص زحفا وحبوا. ساعة برا 4 العصر يا جماعة. يا الله، أنا عندي الساعة البيولوجية تخربطت، حسنا بالليل يا أخي. شو الرطوبة يا جماعة كم؟ 100%. 100%. 100% الرطوبة يا إلهي. الحمد لله على السلامة يا بطل. عاشوا والله عاشوا. الحمد لله على السلامة. شينا أكثر من 6 كيلو ذهابا وإيابا داخل كهف ماكر الشياهين. دخلنا يا جماعة في عالم مختلف وكوكب آخر. ماكر الشياهين أسطورة الحرة. تجربة جدا جميلة، خذ احتياطك لجي تجي، واللي عنده مشاكل صدرية لا. في غبار واجد. سلمى هذا ملك الإضاءة. أنا أقول هذه أفضل مغامرة سويتها في حياتي. استمتعنا وبنفس الوقت جدا تعبنا، لكن جد المغامرة والله تستاهل.